سلام لزامي، مرحبا بكم معايا في فلوق جديد. كنتم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا فيديو ديال اليوم. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. المهم هذا الفلوق واقيلا غادي ندير لكم فيه 3 جوغ ولا سيمانه ولا ما عرفتش. المهم عرفتوا دابا البارح كنا كنهضروا في الجروب في واتساب ديال لي زامي، انا ومروان ومناد داكشي. عرفتوا قلنا شحال هادي ما تلاقيناش وديما كنقولوا غنتلاقاو نعكزوا داكشي، وقلنا مروان قلنا نعرض عليكم ونجيو نتلاقى وصافي. ودار لينا الموتيفاسيون، عرفتي باش كيعرض عليكم شي واحد كتموتيفاو باش تمشي تخرج. صافي لي زامي، وقلنا غادي نمشيو نخرجوا اليوم. غادي نخرج غير انا وسلمى ومروان، منال وشي لاخر عنده القرايه وداكشي. صافي دابا راه وقت الغدا، دابا شي ثلاثه فحال هكاك غادي نمشيو نتغداو مع بعضياتنا حيت توحشتهم الصراحه. وصافي هادشي اللي كاين، ويلاه معايا ندوزو معايا النهار كامل. خليكم معايا. هاي مروان، شحال هادي ما كنتش معايا شي فلوق. قول هاي لي زامي. زامي توحشناكم، شحال هادي ما شفناكم. قلت انا دوري نقول لهم هاي لي زامي. مروان عرفتي شنو كيفاش كتبان جايه في الكاميرا؟ كتبان لهم معقول وشي معقل. ايه ما كتبانش على حقيقتك. عرفتي هذا واحد المرمر مطلع في حياتي كنعرف واحد. كنحشارة من الاصدقاء ديالك. بلاتي بلاتي بلا ما جبت المكان. شنو مكان؟ بلاتي سالي سالي ويكون خير. بلاتي سالي 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 مقطع. هذه راه جبتها لي حفصة. انا شفت حفصة غنشطق عليها. العزيزة هو جابوا لي عبد الله مكان ما دازاش فيه صدقة ما دازاش فيه. انا ماشي كنجبد مروان، انا بغيت ماشي بوشك مروان، انا بغيت فلاب شيك. وبعدي من مروان درهم واحد 30 درهم. قول حل عندي خاصه غير بلا مروان. ماشي خلص عليها حيت مروان عارض عليا بوحدي. عارض عليها حيت عارض عليها. شفتش عارض عليها؟ عارض عليها تخلص عليها. والله يا امك باش خلص عليا. ماشي مرجين هادي كمل لي 20 درهم. هادي خلي لي اللي بغيت نشري السقاطه ولا شي حاجه بالليل. الكاميرا نقول شحال مروان؟ شوف عيب معاه ما نطيش. انت خدام صافي كافي. انا كافي انا ما اجقدنا اجقدنا. طاكو 30 درهم 45 درهم. شحال انا؟ هانت ارضك 120 درهم وانا نتكلم. لا لا بغيت نصرف عليك. كمل ليها وطرش عليك الفلوس. صافي الله يرحم داير ويت شي كان صوار فقط غدا بشويه فطرت. واليوم كاين انا بوحدي في الدار. اليوم السبت والصراحه ما عرفتش ما ندير، ما عرفتش واش نطيب الغدا ولا نشري شي حاجه من الزنقه ناكلها. واخا ما بغيتش ناكل في الزنقه حيت ديما تبغيت كناكل في الزنقه بزاف. عرفتو ما بقيتش كتجيني ماكله الزنقه بنينه، ولات كتجيني خايبه. واش باغي نصايب شي حاجه في الدار وما عرفتش شنو غادي نصايب. وصافي هلا غادي نصايب لي بات سالاد، هي اللي بانت لي ساهله وغادي نصايبها دغيا وما تاخذش لي الوقت بزاف وكتعجبني كتجي بنينه وصافي. وهادشي اللي كاين لي زامي. المهم الا صايبتها غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت ليكم معايا في النهار اللي ما عرفاش كيفاش غيدوز. الصراحه عندي بزاف ديال الاغراض وتخلوا معايا ما قادره نركز في حتى شي غرض. عمرها طرات ليكم حيت بزاف الحوايج وكنبقى نفكر فيهم كامل وكنبقى جالسه في بلاصتي وكنفكر فيهم كامل. حتى حاجه ما قادره نوض نقليها باري خاصني نحيدهم. هادو ما بارطاجيتش معكم فاش مشيت صايبتهم، مشيت درتهم عند ميس ايمانويل بداو كيطلعوا. غادي نمشي نحيدهم وصافي ان شاء الله غنمشي نحيدهم السيمانه الجايه. وغادي ندير ولا هاد السيمانه ما عرفتش واش نعاود ندير الجل ولا غادي ندير غير فيرني بيرمانون. صافي حيت ما بقيتش باغا ندير الجل. We'll be right back.
عارف لكن الخبز ونضربوا الويران شوفوا شنو كاين جديد. المهم الا كان شي حاجه زوينه ولا كشي غادي نوريكم شنو كاين. صافي شنو نضربوا الويران كلينا واحد المنيو معجبناش ماشي معجبناش ما اليوم معجبنيش انا ما كيعجبنيش اصلا كاي اف سي انا ماشي من المعجبين ديال كاي اف سي انا كيعجبني ولكن اليوم معجبنيش صباح الخير لي زامي مرحبا بكم معايا في نهار جديد. المهم البارح خليتها معاكم فاش كنا خارجين ياكم البارح مشينا خرجنا ولك شي جيت عيانه للدار دي ماكياج ونعست نيشان. المهم دابا انا غادي باش ندير لي زيكستانسيون كما قلت لكم البارح وغادي نبارطاجي معكم الريزلت انا غادي نوريكم كلشي والبنات اللي غادي تبغي تعرف في دي زانفورماسيون على الشعر ولي زيكستانسيون داكشي انا غادي نبارطاجي معكم كلشي ونقول لكم داكشي واش مزيان ولا لا وخليكم معايا يلا يلا دخلت للدار بصراحه طراو بزاف الحوايج لي زيكستانسيون كنت فاش بديت لكم فيديو قلت لكم غادي نديرهم كان البارح ومشيت للصالون وما ما لقيتش داكشي اللي بغيت ومشيت للصالون واحد اخر سمحوا لي بزاف حيت ما قدرتش نصور لكم حيت كان الصالون عامر بزاف وكنت مستريسيه وداكشي سمحوا لي ولكن انا غادي نوريكم الشعر كيفاش جاني وغادي نقول لكم الصالون اللي درت عنده صافي باش هكا تاخذوا معلومه. والصراحه انا قلبت بزاف شهور قبل ما ندير لي زيكستونسيون قلبت بزاف ديال الوقت حيت بغيت ندير شي حاجه زوينه و جوبونس هذا اللي مشيت عنده راه هو احسن واحد حيت قلبت مزيان في كازا بعدا نشوفوا الشعر تاعي واصل حتى لهنا شوفوا كيفاش داير من التحت قوي غير هو شويه مغلوق على شعري ولكن الا غسلته شي جوج مرات راه غادي يتفتح شويه شوفوا تاني واصل نحاول نخلي لكم واحد الفيديو ستوري صورته هنايا كيتبان فيه الطوله كامله ديال الشعر وصافي البنات رحله جديده مع الاكستنشن صح ملي درت شي اكستنشن قد هكا
عجبوني صراحه عجبوني ما كتبش عليكم حيت عجبوني عجبتني الريزولتا حيت الشعر قوي من الفوق حتى لتحت يعني ماشي من التحت خفيف وكيبان هكا فهمتوا كيبان بحال القفه هذا شعر زوين كي غادي نعس ونقول لكم تصبحوا على خير وما عرفتش صراحه واش نزل لكم فلوق هنايا ولا غادي نزيد لكم فيه حتى غدا وكنبغيكم بزاف وكنموت عليكم وحاليكم وقيلا غادي نزيد لكم حتى غدا جو بونس